بدو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. عندما عندك يا برج الحمل الخطط اللي كتقوم بها بوضعها منذ وقت طويل أو شكت أن تتحقق، فلا تتباطأ بعد الآن، وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك سوف تحصل على مساعدة من جميع الجوانب. برج الثور اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشيط معدي لمن هم حولك، ويلحظه الآخر لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك. برج الجوزاء، في الوقت حالي أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق وأنت مستمتع بذلك. أيضا حافظ على بيئة العمل الخلاقة هذه، لأن كل منكم سوف يحقق أهدافها الشخصية أسرع إذا تكافأتم معا. أما برج السرطان، يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددا متزايدا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك، في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. الآن غنتقل عند برج الأسد، تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر في نتائج المجهود الذي قمت به. استغل هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية، سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقدا جديدا من الحياة والذي سيكون في غاية الأهمية. غمشوا عند برج العذراء، سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانا بدلا من تحمل مسؤولية كل شيء. برج الميزان، يعتني بصحتك، فقد تشعر بالإرهاق والاضطراب اليوم حيث هناك بشائر بمصاعب وشيكة الحدود في الأفق. تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في تحقيق توازن داخلي وكبح رغبتك في إحراز تقدم مهم كلف الأمر بدلا من حرق تلك الطاقة ظاهريا. برج عقرب، إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيا تتحول إلى واقع وبتتفاديها مستحيلا. واجه تلك التحديات في أسرع وقت حتى وإن كانت المهمة صعبة. برج قوس، أنت إنسان مرن وتتقبل التغيير، كما أنك تمر بفترة سلسة فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك. برج الجدي، بسبب الظروف المتغيرة يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط، ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن، قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. برج الدلو، بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار فإن الناس سوف يلجؤون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة. أنا غخت مع برج الحوت، بما أنك شخص اجتماعي بحق وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحدا أو أربعة من معارفك مؤخرا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومحاولة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد، سوف تمر بساعات لا تنسى من التناغم والتضامن وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة. إلى هنا كنت أبرج نهدي، ومادي نودكم حتى تلقوا مع أبرج غدا، تبقوا على خير.